حبيبتي اعطيني محرمتين من العلبة بسرعة قوام. حطي لي اياهم على قبة الفستان لما تهر البودرة. ميرسي. ايه عمهلك خففي المي شوي عم تطرشيني. تأمري بشي تاني؟ طلعت بدون ما افطر. روحي جيبي لي عصير بردقان يكون معصور فريش وشوفان مع لبن يكون تازه بس ما يكون في قطع فواكه. اوعك. ايه على عيني. وشو كمان؟ جيبي لي هدول بالاول. ليش لساتك هون؟ انت بتعرفي انا مين بكون هون؟ لا والله. انا بكون مساعدته للاستاذ مراد. سمعانا بهالاسم؟ هيك لكان. وانا بكون حبيبته لمدير حضرتك. بس انا حسب ما بعرف ما في منصب اسمه حبيبه المدير بالشركه. بالنسبه للشركه انا الوجه الاعلاني للموسم الجاي. هلا ركز تعريفك عن حالك. برافو عليك. شو ركز؟ شو هذا اللي ركز؟ شو قصدك؟ قصدي اقول انك مثل المانيكان اللي بيعرضوه بالمحلات، وهذا مو من اختصاصي يا اموره، لهيك روحي جيبي مساعده لحالك يا غندوره. خاطرك. العمى شو وقحه. اهدي مرام.